السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كل عام حضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم بصحبة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، حول الأضحية. وحبينا نصور بشكل عملي وسط الأضاحي حتى تكون الصورة بشكل أوضح لجميع مشاهدينا الكرام. شيخنا الحبيب كل عام وأنت بخير وتقبل الله منا ومنكم. كلمة في فضل الأضحية وحث إخواننا المشاهدين الكرام عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية سنة في الأمم حتى الأمم من قبلنا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى هذه السنة وحث عليها صلوات ربي وسلامه عليه، ضحى عن نفسه فقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، وضحى بأخرى فقال: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. ولقد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فالنحر عبادة، عبادة من العبادات نتقرب بها إلى الله كما نتقرب بالصلاة والصيام، نتقرب بالأضاحي إلى الله سبحانه. دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه بعض أصحابه وقال: ذبحت قبل الصلاة يا رسول الله، قال: شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء، اذبح مكانها أخرى. فاللحم الذي يؤكل والبقر التي تذبح في غير وقت الأضحية وبدون شروط الأضحية ليست عبادة، إنما الأضحية في نفسها عبادة نتعبد بها ربنا سبحانه ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وجرى على هذا السلف، لكن في نهاية الأمر الأضحية سنة مستحبة، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن هي الإبل العظيمة، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وحثنا ربنا على استثمان البدن واستثمان الأضاحي بقوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. الله قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يا هنيئا له من ذبح وامتثل سنة رسول الله ووسع على الفقراء ووسع على المساكين. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وذبح الأضاحي أيضا قال الله تعالى في شأنه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هنيئا له من أطعم الطعام، هنيئا له من ضحى كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له من تقرب إلى الله بهذه العبادة الطيبة المباركة. ولا يخفى عليكم أنكم كلما عظمتم الأضحية كلما عظم أجركم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجته يجزئه أن يضحي بسبع بقرة أو سبع ناقة، لكن نحر بيده 63 بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر علي 37 بدنة، فكان مجموع ما نحر للنبي عليه الصلاة والسلام 100 ناقة في حجته عليه الصلاة والسلام، وأخذ من كل ناقة قطعة لحم وضع في قدر وأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه صلوات ربي وسلامه. شاكرين لله ثم للدكتور أحمد على تكلفه وتجشمه المشاق وإتيانه إلى مزارع بعض الأفاضل للإطلاع على الأضحية من الناحية الشرعية، ومعنا الأخ الطبيب البيطري، وألفت النظر إلى أنه أول من أجرى عملية جراحية لفصل توأمين ملتصقين من البقر، فهو معنا أيضا الدكتور عبد الغني أبو ليلى حفظه الله تعالى، معنا الدكتور عبد الغني، وهو أيضا يبين حفظه الله تعالى، يبين ما يتعلق بالأضاحي من الناحية البيطرية ومن الناحية الصحية كذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجئنا إلى مزرعة بعض إخواننا الأفاضل لنرى على الواقع البقرة المجزئة من ناحية السن ومن ناحية السلامة من العيوب،
معنا الأخ الطبيب البيطري القديم في هذه المهنة، والحمد لله هو الأخ الطبيب البيطري عبد الغني أبو ليلى حفظه الله تعالى، يبين لنا متى تكسر، بالإضافة إلى بعض إخواننا أهل العلم بالجزارة والفقه فيها. على الواقع نرى البقرة المفزئة، والنبي عليه السلام يقول لا تذبح إلا مسنة. صورت المسنة وهي على حد قول إخواننا أهل الجزارة التي ظهرت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، وبعض أهل الطب البيطري يقولون 4 أسنان. فها هو الأخ الطبيب البيطري حفظه الله تعالى الدكتور عبد الغني وفقه الله لكل خير، يشرح لنا على الواقع من ناحية السلامة من العيوب. وهنا اللهم بارك ولا تضر، اللهم بارك ولا تضر بعض البقر الحوامل. فنقول من الناحية الشرعية دكتور عبد الغني، البقر الحوامل من الناحية الشرعية لا مانع عندنا من التضحية به، لكن قوانين الدولة عندكم قد تمنع من ذلك. هل الحمل تأثير على نوعيات اللحوم أو جودتها، أو ليس له تأثير على جودة اللحوم؟ وقوانين الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتمنع ذبح الحوامل دي من أجل الإنتاج والثروة الحيوانية، أو الإناث اللي لسه في سن الإنتاج. لكن الإناث لو اكتملت كسرت عدت 5 سنين المجزر بيصرح بذبحها. السؤال يعني هل إذا كانت حامل طعم لحمها يتغير؟ لا فيش تغير، هو كل اللي بيحصل بس في زيادة في هرمون الحمل اللي اسمه البروجسترون، ما فيش له تغيير جوهري في طبيعة اللحم. ليس ما فيش ضرر صحي ولا فيش ضرر صح. ليس في ضرر صح. نعم. إذن هنا نستطلع مشاهدين الكرام بصحبة شيخنا أبي عبد الله فضيلة الشيخ مصطفى العدا والأستاذ الدكتور عبد الغني مسألة الأضحية حتى تستطيع تتضح بشكل عملي لجميع مشاهدين الكرام في كل مكان، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات، وأن يجعله وفقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شايف سن؟ هي عامة بتتولد وفي زوجين من الأسنان موجودين، وهي ديت لسه عمرها شهر أو شهر وشوي، دي اسمها أسنان لبنية، دي لا تجزئ في الأضحية. لا طبعا لا تجزئ، سنتين في أي نعم. دي أسنان لبنية، إذن ده المثال عندنا لا يجزئ في الأضحية، فسنتين فما فوق. ولماذا نعم. لا يجزئ؟ لأنه أقل من السن، العمر لم يبلغ سنتين، العمر لم يبلغ سنتين، هذه لا عمرها شهر تقريبا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبح إلا مسنة. نعم. والمسنة هي الثنية من كل شيء، فمن البقر ما بلغ على التقريب 2 سنين فصاعدا، من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، من الماعز ما بلغ سنة فصاعدا، من الغنم يجزئ الذي بلغ 6 أشهر فصاعدا. نعم. يا الجزاء. بارك الله فيك. نعم. صغار ما عندش سن خالص. دي أقول لجاموس طبعا دي كل ده لا يجزئ فضيلة الشيخ. نعم. دي أقل من 2 سنين ده كله. الدكتور عبد الغني وفقه الله لكل خير يقول إن هذا كله لا يجزئ. لأنه لم يبلغ 2 سنين. نعم. ولم يكسر. ولم يكسر. ولم يكسر. فالعبرة ليست باللحم. العبرة بالعمر. إذن حتى لو كان يعني ممكن الحيوان عمره 1.5 سنة أو أقل من 2 سنين ويبلغ 600 كيلو 700 كيلو، لكن لا يجزئ. يعني حتى لو كان الوزن كبير لكن السن لم يصل لا تجزئ في الأضحية. نعم. ودي معلومة مهمة، ألا يغتر الإنسان بأن يقول له الجزار أنها بها لحم وفير أو ما شابه، قد لا تجزئ بسبب السن. الله يبارك فيه. نعم. كل ده في السن أقل من 2 سنين، كل هذا لا يجزئ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لعملية التسنين من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة في البقر، وما يطلق على البقر يطلق على الجاموس. المسنة ما بلغت 2 سنين فيما فوق على حسب التقدير. اللي بيحصل استبدال للزوج الأول يعني 2 سنين من عمر 1.5 سنة ل2 سنين، عشان تدخل في السن المجزئة يحصل استبدال ل2 زوج يعني 4 أسنان. السن اللي انت صورته دي 4 أسنان كده دخلت في السن المجزئة عدت 2 سنين. حتى يتضح الأمر للجميع أن هناك عيوب في الأضاحي لا تجزئ في الأضحية،
فحتى ننتبه إلى هذا الأمر جيدا، فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي يوضح لنا هذا الأمر بالتفصيل بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففضلا عن السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. فضلا عن السن، هناك عيوب تتقى في الأضحية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء البين وعورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين وعرجها، وعن العجفاء التي لا تنقي، قيل نحيفة جدا وقيل ضعيفة المخ. فهذه أربع لا يجزئنا في الأضاحي. العلماء تختلف وجهات نظرهم في بعض الأقيسة، مثلا مقطوعة الأذن، مثلا مقطوعة مكسورة القرن، في أشياء فيها بعض الاختلافات، فبعضهم يدخلها يلحقها بالسابق، وبعضهم يقول لا هي لا تدخل في السابق، يعني العرج عرج خفيف، لا تدخل في العرجاء البين عرجها، كان فيها ضرر خفيف في عينها مثلا، حول خفيف مثلا. هذه النبي قال العوراء البين البين عورها، فدية الطاقة. وفضيلة الطبيب عبد الغني الله يحفظه، احنا بنستعمل لفظ الطبيب احسن من لفظ الدكتور، الله يبارك فيه، احسن من لفظ الدكتور، يزيد المسألة إيضاحا وفقه الله. الله يبارك فيه، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أبي عبد الله. بالنسبة للعوراء من باب أولى العمياء، نعم العمياء، نعم العمياء، بالنسبة للعرجاء من باب أولى مكسورة الأرجل، نعم، أو مقطوعة الأرجل. إحنا ده يتضح لنا أكثر، في بيحدث في بعض المجازر إن بعض الجزارين بيجي قبل عملية الذبح وعايز يعمل كنترول أو عايز يتحكم في الحيوان، فبيجي بالسطور وبيقطع العرقوب بتاع الرجل، شيء طبعا الجزار معانا هو، فبكده في الحالة دي هو كسر الرجل قبل الذبح، لا تجزي كده، لا تجزي، لا تجزي في الأضحية، فأصبحت الآن لا تجزي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمنا عن العوراء ومن باب أولى العمياء، والعرجاء ومن باب أولى مكسورة الرجل أو مقطوعة. بعد كده نتكلم على المريضة. المرض لازم يكون بين، لأن الأمراض كتيرة جدا، نعم، ولازم يأثر على اللحم. الحيوان امتنع عن الأكل. تقصد إن كان مرض بسيط لا يظهر على اللحم، مفيش مشكلة، مرض بسيط لا يؤثر على عملية التحويل، والحيوان صحته تمام، وفي لحم طيب، يبقى المرض لا يؤثر. نعم. العجفاء زي ما قال الشيخ، في بنسميها الحيوان بالمثل المصري البلدي جلد على عظم، هي دي الهزيلة التي لا تجزئ، الهزيلة التي لا تجزئ، نعم. ما فيش فيها لحم، هي عبارة عن جلد على شوية عظم، ديت اللي هي العكفاء التي لا تجزئ، المصيتي باللغة الطب يعني. إذن نحن انطلاقا من شعار قناة الندى وإن تطيعوه تهتدوا، حرصا على اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان هذا العمل الذي نقوم به ليكون بشكل عملي واضح. الآن بصحبة شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي والدكتور الحبيب الدكتور عبد الغني، يتضح لنا العيوب التي لا تجزئ بشكل عملي، يتضح لنا الآن هذه الأشكال التي لا تجزئ كما سيظهر لكم خلال هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وطعال. ناخد طبعا دي لا تجزئ لسه برضو، أقل من 5-6. بعدما هذا العرض حول الأضحية وعيوب الأضاحي، وبعد الكلمة من فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حول فضل الأضحية وحث الناس عليها، ماذا عن وقت الأضحية؟ متى تبدأ الأضحية ومتى ينتهي وقت الأضحية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، قول الله تعالى فصلي لربك وانحر، ولمجيء أبي بردة بن نيار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأنه قد ذبح قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم فاذبح مكانها أخرى. فوقت بدايتها بعد صلاة العيد من يوم النحر، ويمتد إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وبعده في اختلاف في الثالث عشر، والذي يظهر أنه إلى نهاية اليوم الثالث عشر بكامله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، والله أعلم. نعم. ليلا ونهار رسول الشيء. الأحاديث التي وردت في النهي عن الذبح ليلا لا يثبت منها أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما ذبح ليلا تجزئه يعني. ذبح ليلا تجزئه. بعضهم كان يعلل لكن الحديث ضعيف، يقول حتى يشهدها
الفقراء ويطعم منها، لكن هذا ليس بثابت عن رسول الله عليه السلام، فالأمر فيه سعة. التقسيم شيخنا الحبيب الذي ينتشر نقسمه ثلاث أثلاث، هل هذا وارد في سنة النبي محمد؟ تقسيم ثلاثة أثلاث استنبطه بعض العلماء من قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لكن هذا ليس بصريح في الدلالة. كذا استنبط بعضهم التنصيف من قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكل هذا ليس بصريح، والأمر فيه سعة. نعم. فيه ساعة فيه ساعة والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب رضي الله عنكم. ورضي الله عنكم. بالنسبة لصاحب الأضحية ادخار اللحم. ادخار اللحم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبعد ذلك قال إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة، يعني الجوع إذا كنت ستعلم أنك لن تأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ستبادر بالصدقة، لكن لما وسع الله على المسلمين قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخلوا كيف شئتم. نعم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب وبارك الله فيكم. شرفتنا دكتور. الله يحفظك شيخنا الحبيب رضي الله عنه.